السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم طلاب. ان شاء الله اليوم راح نكمل حل يونت 6 الدرس الثالث. طلاب، هذا الموضوع ما بيشي. This is a story، هذه قصة، of Mazen's day، عن يوم مازن. But the sentences، لكن الجمل، are in the wrong order، في ترتيب خطأ. Work out the correct order، اكتب الترتيب الصح. اوكي، ركزوا وياي، شوف شو راح احل. ال A رقم 3، ال B رقم 6، ال A رقم 3، ال B رقم 6، ال C رقم 7، ال D رقم 2، ال E رقم 5، ال F رقم 4، ال G رقم 1، ال H رقم 12، ال I رقم 11، ال J رقم 8، ال K رقم 9، ال L رقم 14، ال M رقم 10، ال N رقم 13. واضح طلاب؟ ما بي هذا أي شيء يعني مهم بالامتحان، لا شهري ولا نهاية الكورس الأول. نكمل. ال B ما بي شيء. نجي على ال C. Choose the correct meaning، اختر المعنى الصحيح. هذا مهم، ركزوا وياي. Equipment، واحد Equipment معناتها معدات أو تجهيزات. شنو الجواب الصح؟ يا حرف أي، شوفوا معانيهم. Things، أشياء، needed، تحتاجها for a job، في الوظيفة، أشياء تحتاجها في العمل في الوظيفة. شنو هي؟ معدات أو تجهيزات. رقم اثنين، Trapped معناتها فخ. شنو معنى Trapped؟ فخ. الجواب حرف C. Not able، ليس قادر، to get out، على الخروج. بيش واقع؟ واقع في فخ. 3. Upside down، يعني الطريق الخطأ. The wrong way up. واضح طلاب؟ مهم شيء رقم واحد ورقم اثنين تحفظون معانيهن. نكمل. Listen 4، الدرس الرابع، هذا موضوع مهم. Match the descriptions to the jobs، أوصل الوصف إلى الوظائف، يعني كل وظيفة مطينا عليها أوصاف راح نعرفها شنية. Number 1، I help، أنا أساعد، people، الناس، أنا أساعد الناس. I work، أنا أعمل، in a hospital، في المستشفى. شنو الجواب؟ طيار؟ لو رجل شرطة؟ لو رجل إطفاء؟ لو دكتور، طبيب؟ الجواب دكتور. اوكي، يعمل في المستشفى. نمبر 2، ماي جوب، وظيفتي، از دانجرس، وظيفتي خطره. اي وير، انا ارتدي، يونيفورم، انا ارتدي زي موحد. شنو الجواب؟ فاير فايتر، رجل الاطفاء، ملابسهم موحده رجال الاطفاء، ووظيفته خطره. نمبر 3، اي وير، انا ارتدي، يونيفورم، انا ارتدي زي موحد. I work outside، أنا أعمل في الخارج. شنو الجواب؟ policeman، رجل الشرطة، أو policewoman، امرأة الشرطة. واضح؟ شرطي أو شرطية. وين يعملون؟ يلبسون زي موحد خاص بالشرطة ويعملون في الطرقات في الشوارع، يعني في الخارج مو مكتب. Number 4، I don't work in an office، أنا لا أعمل في مكتب. I work، أنا أعمل، at the airport، في المطار. من هو أني؟ pilot، الطيار، مو اني، اني تيتشر، هم الوظيفة بايلوت. اوكي، لسن 5، الدرس الخامس. Which lessons، اي دروس، do these pictures show، اي دروس تظهر في هذه الصور. Write the name، اكتب اسم، of the subject، اسم الموضوع، under the correct picture، تحت الصورة الصحيحة. عندي كلمات جيوغرافي، جغرافية، هيستوري، تاريخ، هوم، ايكونومكس، اقتصاد المنزل، انفورميشن، تكنولوجي، تكنولوجيا المعلومات، ماثماتكس، رياضيات، فيزيكال ايدوكيشن، تعليم فيزيائي، ساينس، علوم. نمبر 1، فيزيكال ايدوكيشن. نمبر 2، هيستوري. نمبر 3، جيوغرافي، جغرافي. نمبر 4، هوم ايكونومكس، اقتصاد المنزل. نمبر 5، ساينس، علوم. نمبر 6، انفورميشن تكنولوجي، تقنية
تكنولوجيا المعلومات. نمبر 7 ماثماتكس رياضيات. اوكي طلاب، ولهنا نتوقف، ان شاء الله نلتقيكم المحاضره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.